شرف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وأعضاء الفريق البحريني المشاركين في بطولة العالم للرجل الحديدي على وضع اللمسات الأخيرة على تدريباتهم الاستعدادية للبطولة العالمية التي من المؤمل أن يشارك فيها أكثر من 3000 مشارك من الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم. كان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قد كثف من تدريباته اليومية وزاد من نسبة الجرعات التحضيرية استعدادا للمشاركة في البطولة العالمية، خاصة مع دخول العد التنازلي للبطولة والتي ستنطلق يوم السبت المقبل. بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة استعداده التام مع الفريق لخوض منافسات الرجل الحديدي، ومشيرا إلى أنه بدأ الاستعدادات مبكرا للمشاركة في سباق الرجل الحديدي عبر خوض العديد من التدريبات اليومية للوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية للمشاركة في السباق، آملا في تحقيق نتائج متميزة في السباق العالمي والتطلع إلى تحقيق إنجاز أفضل من الذي تحقق في جميع مسابقات الرجل الحديدي السابقة والتي شارك فيها. أضاف سمو إلى أن البرنامج التدريبي الذي خاضه بالإضافة إلى أعضاء الفريق يعتمد على قوة التحمل نظرا لاعتباره سباقا قاسيا يتطلب استعدادا بدنيا وذهنيا مختلفا عن السباقات الأخرى. أشار سموه بأنه سيخوض السباق بهمة عالية نظرا لوجود طابع التحدي والمنافسة في هذا السباق، وآملا في تسجيل نتيجة متميزة في سباق الرجل الحديدي رغم الإدراك بقوة المنافسة في السباق وحجم الصعوبات والتحديات، بالإضافة إلى الأجواء الحارة الصيفية التي تسود كون علاوة على مسار السباقات، حيث سيمر المتسابقون بمنحدرات ومرتفعات ستمثل تحديا للجميع. أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المشاركة في بطولة الرجل الحديدي في كونا جاءت للتأكيد على مشاركة الفريق والتواجد في مختلف البطولات الرياضية، إضافة إلى الحرص على تحقيق الإنجازات الكبيرة للفريق في مثل هذه البطولات الهامة. وأكد سموه بأن الفريق لديه العزيمة والإصرار لتأكيد مكانته بعد النجاح الكبير الذي حققه من المشاركة في السباقات الماضية، وأن المشاركة في هذه البطولة سوف تساهم كذلك في الاستفادة وتأكيد نجاحات الفريق المتميزة. صعب التكهن في بطولة عالم، الكل جاي بيفوز. بطولة العالم مو بالكل يتأهل لها، نسبة قليلة أقل من يمكن 1% يتأهلون لبطولة العالم، والفرق بينها وبين البطولات الباقية اللي احنا نحضر لها، البطولات الباقية كلهم حاضرين عندهم قصة مختلفة. بطولة العالم هالمرة قصتهم واحدة، يبغون المنصة فقط لا غير، واللي وصلوا إلى بطولة عالم 3000 مشارك او 2500 اعتقد، كلهم هذول حرزوا يعني محل متقدم في سباقات، يعني يا في منصه تتويج يا فازوا او ثاني او ثالث، فما حد فيهم بيكون سهل، ما راح اكون سهل عليهم، والحرب ان شاء الله راح تكون يعني شرسه من البدايه، بس احنا مستعدين لها.